إذن مشاهدينا الكرام، للمزيد بشأن فضيحة صفقة القرن وتهديدات نور زهير المتهم بهذه السرقة، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاغن الكاتب والباحث السياسي العراقي السيد عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله، بداية مرحبا بك. يبدو أن هناك حملة منسقة لتبييض صفحة نور زهير من خلال الترويج بأن الأموال التي يعني المتهم بسرقتها هي ليست عائدة للدولة. برأيك من الذي يشرف على هذه الحملة؟ تحية لحضرتك ولمشاهديكم الأكارم. هذه الحملة بالحقيقة بالتأكيد يقودها أفراد وجهات لها مصلحة مباشرة في حماية نور زهير وتخفيف من وطأة سرقته على وتأثيرها على الرأي العام العراقي. هذه هي المشكلة الأساس. ولكن إلى تسميتها سرقة القرن، هي لا تشكل إلا جزءا بسيطا ويسيرا من السرقات. نحن نعرف أنه تريليون، أكثر من تريليون دولار ذهب ما بين سرقة وإهمال وغيرها. هذا ماذا نسميها؟ هل نسميها النهب الأكبر، السطو الأعظم، إذا هذه هي كانت سرقة القرن؟ فبالتالي هذه المجموعة تريد التغطية ومساندة نور زهير وتشجيع سلسلة الفساد والفاسدين وحمايتهم مستقبلا من كل ضجيج أو من كل محاسبة قد يطالبها الشعب على هذا الأساس. فبالتالي لهم مصلحة في حمايته، بالتأكيد هم من جانب الحكومي والبرلماني والقضائي وبعض الأجهزة الأمنية التي لها تدخل مباشر في هذه القضية. فبالتالي لهم مصلحة جميعهم في هذه الحماية، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لهم كحلقات فساد متكاملة في هيكلة النظام السياسي. يعني مجيء هذه الحملة في هذا التوقيت، هل هو للابتزاز من وجهة نظرك، ابتزاز السياسيين الكبار في العملية السياسية؟ يعني دلالات توقيت مجيء هذه الحملة الآن، حملة تبييض إذا صح التعبير، تبييض صفحة نور زهير؟ هي بالحقيقة ليست يعني عملية تهديد، لأنه هو النظام برمته فاسد. هي حلقات يعني الفساد في العراق غير منفصل، أو أي معضلة في العراق غير منفصلة عن بعضها. الفساد مرتبط بهيكلية النظام والمحصصة. يعني بمعنى فبالتأكيد آخر، أستاذ عبد الله، بمعنى آخر يعني أن هناك من يرى بأن ديدن السراق أنهم ربما يفضحون أمرهم أو أمر بعضهم بعضا عند القسمة أو عند التقاسم، هل هذا الأمر وارد مثلا؟ هو وارد فعلا، لأنه بدليل أنه كل الفاسدين وكلهم لهم مشاربهم الخاصة في الحصول على ملفات الآخرين، فبالتالي كلها تعد يعني من وسائل الضغط على الآخرين والتهديدهم في حال يعني البحث عن سرقة ما في جهة واحدة لاستغلالها يعني سياسيا أو اقتصاديا لأي غرض آخر. فبالتالي هي العملية متدورة بيناتهم. ماذا يقصد من قصد بالمتورطين من وجهة نظرك؟ المتورطين بالتأكيد هو لما هدد الناس الذي هو متيقن أنهم لهم القدرة العالية القوية بالتأثير على القضاء. أي قوة الآن تسيطر على القضاء هي أكيد المجموعات والحيتان الكبيرة المعروفة، الشعب العراقي يعرفها بالأسماء. فبالتالي هو يهدد هذه الأسماء، لا يهدد ضابط شرطة أو حاكم صغير أو قاضي في مكان ما. هو يهدد هذه الجهات التي هو الذي هو متيقن تماما أنها لها القدرة بالتأثير على القرار وعلى السلطة وعلى البرلمان. فهو التهديد موجه لهؤلاء وليس موجه لشخص آخر. فبالتالي هو متأكد أن حمايته ستكون منهم وليس من غيرهم. طيب، عندما نور زهير يعني وصف سرقة الأموال الضريبية بالكذبة ويعني اتهم الحكومة بابتزازه، ولكن ما حقيقة هذه الأموال الضخمة التي كانت إلى جنب السوداني واستعرض بها وقال إنها من الأموال المسترجعة إذا كانت هي كذبة حسب ما يقول ويدعي نور زهير؟
حقيقة يعني هو الكذبة هي موجودة، ولكن ليست بالأموال. الكذبة في النظام السياسي الذي دائما يخلق برامج ترفيهية نقدر نسميها، كل واحد رئيس وزراء يأتي بقضية معينة ويطلعها بالتلفزيون، وبالتالي يكون ليس لها أساس من الصحة، فبالتالي هو يكذب رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء يكذب على الشعب العراقي، فبالتالي هي عملية الكذبة هي واردة في هذا النظام السياسي على الشعب، وليس على نور زهير أو على غيره. هو الضحك على والكذب على الشعب العراقي، هذه هي المشكلة الكبرى. فالتسويق يحاول يعني السوداني أن يسوق مثل هذه القضايا على أنه إنجازات طيب. لصالحه عبد الله. كما نور زهير يعني طالب كالمجسرات وغيرها، طالب بمحاكمة علنية يشاهدها الجميع، لكي يشاهد جميع الأطراف ومن ضمنهم الشعب حقيقة المتورطين بهذه الصفقة وهذه السرقة، سرقة القرن. هل تعتقد أن مجلس القضاء سيوافق على بثها على هذا النحو، جلسة المحاكمة؟ بالحقيقة احتمالية أن يوافق ضعيفة جدا، ولكن حتى لو وافق فراح تكون يعني سيناريو معد مسبقا، مدبلج، لأنه مدبلج بالضبط، مدبلج وجاهز وكامل، ويعطون للشعب ما يريدون إذا هذا. لكن هو بالأغلب الأحيان أنه لا يوافقون، وحتى لو وافقوا على ستكون هذا السيناريو جاهز ومحضر. وهو أيضا يريد من هذا التصريح يريد أن يتفاوض مع الأطراف قصدت أنه ممنتج طبعا وليس مدبلج، ممنتج. يعني أقصد أنه لو كانت هذا المقصود أنه سيناريو كامل وجاهز سيعرض على الناس بالمواد التي يريدون إيصالها للشعب العراقي، على أنه هذه القضية ليست قضية كبيرة ولا بالمعنى، ونحن نحاسب كل الفاسدين ومنهم نور زهير، ولكن شفتوا أنتم الرجال طلع بريء. فهذه هو المسلسل السيناريو الذي يعد في حال إن وافقوا، لكن على الأغلب أن لا توافق الأجهزة القضائية ليعتبروها يعني بداية سيئة لهم للفاسدين. سيطالب كل فاسد إذا دعيت إلى القضاء سيكون محاكمة علنية، وبالتالي هذه المحاكمة إن كانت قاصرة العلنية أو غير تصل إلى الشعب العراقي، ستكون هناك احتجاجات واسعة بالمطالبة بالكشف الحقيقي عن ما يجري داخل أروقة المحكمة. وهذه من مخرجات نظام المحاصصة الذي يعترف السياسيون بألسنتهم أمام شاشات التلفاز أنهم يقسمون الكعكة فيما بينهم، والكعكة المقصود بها ثروات العراق والمال العام وحقوق العراقيين. شكرا جزيلا لكم أستاذ عبد الله سلمان من كوبنهاجن، الكاتب والباحث السياسي العراقي عبر سكايب.